طبعا ايضا في طلبه للعلم لابد ان ينتبه الى ان لا يتكلم الا فيما يحسن. ومن اللطائف في هذا ايضا نملح بها مجلسنا ما ذكره في قصة الخنفشار. قالوا ان رجلا اراد ان يكون له شأن فسأل عن القرى، فقالوا في قرية هناك ناس طيبون ويعني ويحبون الخير ويحبون العلماء لكنهم جهال. قال خلني أذهب بضاعتي يعني تسري عند هؤلاء. يقولون فمضى وسكن بينهم وتظاهر بالعلم وإني أنا شيخ وأنا عالم، فجعلوا يسألونه وهو كلما سئل عن مسألة ركب لهم جوابا وصنع لهم حديثا اصطنعه هو، وهم يجدون كلاما يعني مرتبا جميلا وصدقوه انك عالم. ما يسألون مسألة اللي أعطاهم إياه في اللغة أو في الشعر أو في الحديث في الفقه في التفسير في كل شيء. يقولون فاجتمع بعض عقلائهم جهال لكن عندهم عقل، قالوا هذا الرجل اللي ساكن عندنا في القرية اللي ما ذهب لمدينة عظيمة ليصبح رئيس قضاة ولا شيء، إما أنه عالم من العلماء فعلا الناس ما انتبهوا إليه ومن الله علينا أنه جاء وسكن عندنا، وإما أنه جاهل كذاب يستغل جهلنا ويلعب بعقولنا. طيب كيف نكتشفه؟